الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غراب محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلى هنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هيا بنا ننادي القلوب بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الفنان الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات عظمى لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. يا رب صل على أكرم بفضلك جمعنا، واغفر إلهي ذنبنا. إلهي زد صلاتك والسلام على خير الورى اليتامى سيدنا النبي. إلهي زد صلاتك والسلام على خير الورى راعي اليتامى نبيك من علا باليتم قدرا حبيبك خير من صلى وصام. صلوا على قمر البدا، صلوا عليه، صلوا على قمر بدا قبس الهدى في أحمد. يا مصطفى قلبي اكتفى منه الشفاء، هو سيدي
يوم اللقاء بالمواعيد حبيبي يا سيدنا النبي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، نور نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا. أنا يا حبيبي ما أتيتك مادحا، يكفيك مدح الله والتمجيد، فصفات حسنك في الكتاب عظيمة ليس لها حد ولا تحديد. كن يا حبيبي لي شفيعا بعدما تفنى الحياة وينتهي التشييد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نرمين شنقايا بمدينة العاشر من رمضان. جئنا بدعوة كريمة من مستر سليم شنقايا رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة مصانع جيد تكستايل إيجيبت. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك له وأن يكون هذا العمل في ميزان حسناته. كل عام أنتم بخير.